هنكمل معاكم أكتر عن أخبار الدراما العربية وبالتحديد تطورات مسلسل عروس بيروت وآخر حلقتين حصلوا في المسلسل. وطبعا هنتكلم بالذات عن مصالحة سوريا وفارس اللي كل الناس كانت مستنيها وبتتكلم عنها. وهذا الشيء صار لما ثريا قررت تتراجع عن الطلاق خلال الجلسة وتعطي زواجها فرصة ثانية، لكن طبعا الموضوع كان مثل الصاعقة على الست ليلى اللي معروف إنها ما تقبلت ثريا من البداية. من جهة ثانية الست ليلى فتح جبهة أخرى مع المتر عادل والأمور مولعة بيناتهم رغم قصة حبهم اللي عمرها سنين، فهي عم تاكلها نار الغيرة من بعد ما عرفت إنه كان عنده علاقات مع نساء بالفترة اللي كان بعيد عنها، وهو مشغول بنار الانتقام اللي جواته لأنه ما اخترته لما كانوا صغار. سألوا إذا حابب يجي يشوف اللون إذا مزبوط. البابا بقط المكتب رح يطلو، فيك تنطروا جوا إذا بدك. ليكي حالتي موسخ كلنا وبيك يعني لا بلا ما نفوت منا مناسبة. إذا رح تنطر لتصير مناسبة بحياتك ما رح تفوت على هالبيت. وهالمشهد بخلينا نتساءل، هل ممكن علاقة الحب القديمة تتحول لعداوة كبيرة بين الست ليلى وعادل عبود اللي بيلعب دوره فادي إبراهيم؟ من وين؟ أنت والست ليلى. كان عم تحكينا عن مرتي وأنا وياه أنه باقي مع بعض مرتي. وبما أنه هالمسلسل عم بيلاقي نجاح كبير، فهل فادي من متابعينه؟ لا ما بتحضر أبدا يعني أنا أصلا ما بحضر تي في، وإذا بدي أحضر بحضر either documentaries يعني ولا بروح على إشياء معمولة ما بعرف لا، بس أنه ما عندي هالاهتمام الزايد بموضوع أحضر يعني. ولكن شو السبب؟ ما بحضر لحتى ما انوجع يمكن. ومشاهدين عروس بيروت ما حابين ينوجعوا أكتر من هيك من كتر الصدمات والمفاجآت، فشو ممكن يصير بعد؟ هيك بكون تابع المسلسل لأنه يعني أنا بيجي بآخر المسلسل خبرت ليلى عن موضوع فتح لابر. طيب يا فادي ما بدك تخبرنا أي تفاصيل، طب ممكن تقلنا إذا حنشوفك بالجزء الثاني؟ مبدئيا في جزء ثاني بس ما بعرف إذا رح كون أنا ولا لا، بعد لهلا مش واضحة الخبرية، بس المتأكدين منه إنه في تكملة لدور جاد بالجزء الثاني. هونيك العالم حتكون مبسوطة مني بالجزء الثاني، ما في أحكيك أكثر من هيك، بس شوف كاركتر تطور شخصية أكثر بالجزء الثاني، يعني حيكون أركز، حيكون أكثر واعي مسؤول، وحيكون بس حيضل له العصبية تبعه حتأثر على خط الشخصية بالجزء الثاني. حنشوف مع مين حيتعارك هالمرة من بعد ما تعارك مع كذا حدا. بالجزء الأول شفنا هواية جاد وهي قيادة الدراجة النارية وبيلبس طريقة كتير كول، يعني فينا نقول إنه هو من نوعية الطيشين بشخصيته عكس إخواته الباقيين. قولي لا يلي بالبيت ماني جاي على العشرة. شو بدي قلن؟ قلينه فليت ومعطيتك تقرير. الكاركتر بعروس بيروت تطور الشخصية كان كتير حلو. بحياتنا كتير نحن تمرق معنا هيك ظروف، ما منكتشف العالم على حقيقتها إلا بعد ما يكون في شوك كبيرة. الشوك هون كانت الموتو والحادث تبع الموتو. وهالحادث القوي خلاه يعرف قيمة الحياة ومين بيحبه عن جد، اللي من أبرزهم بسمة. أصلاً كل اللي عملناه نحن لأنه منحبهم، لأنه خايفين عليهم ما بدنا إياهم يضلوا هيك. جاد حيرجع يفكر إنه مزبوط هي كانت تحبني كل الوقت، وحنشوف إنه حيبلش يصير في غيرة. لا بعدين شو حيصير.